إلى الشاعر حسن عبد المنعم رفاعي. اللي بعده رزق محمد يجهز. يا جماعة من فضلكم عشان الوقت ومحدش يزعل مننا. كل الناس بتحب الحمولات والله. مساء الخير على الجميع. واشكر صالون العميد. واشكر بوفص بالزيت الاستاذ رضا عباده. الله يعزك يا استاذ حسن. وكان اول مره ليا اخطر ندوه والقي فيها كانت في صالون العميد من حوالي 6 سنين. وبصراحه كل ما اشوف الفيديو ما رضيتش اتفرج عليه عشان كنت منفعل جدا. واشكره كمان على الصحبه الحلوه والشعراء والشاعرات الجميلات والاخوه والاخوات الجميل. خاطرتي باسم همسات قلب. حبي لك هو الجنون ترفع عنه الافعال والاقلام. حب لن يشهده الدهر مثله رغم بعدك لا تغيب عن نظري. يهمس صوتك في مسامعي ودائما أشعر بنبض قلبي. كم أشتاق لك في بعدك. أحترق شوقا في قربك. أتمنى أن أكون بين يديك مع طيور الليل الهائمة. أرسل قبلة حانية. حبيبي غائب منذ زمن طويل. عجزت أن أحصيها من كثرتها. أنتظرها كل صباح لعله يأتي. ينقضي النهار دون بشير ليحل الليل جديدا بلا رسول. أدعو لتعود مع نسامات الفجر لأرتمي بين أحضانك وأبكي لطول فراقك. كي تلتئم الجروح لكن هل هذا حلم بعيد. وأتي الطائر الحزين فأسأله فهل يحمل الجواب ويرحل ليأتيني في ليل ونهار جديد دون رجوع. وشكرا.